يقول: هل يلزم للرجل إذا أراد أن يطلب العلم عند شيخ أن يعرف هل هو من أهل السنة أم لا، وما منهجه في ذلك؟ يسأل الناس عنه، يسأل العلماء عنه، يسأل الناس، تأكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما تفسير إن كان له كتب يقرأ فيها يشوف توجهه؟ نعم.